تلعب مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب في البلاد دورا حيويا في شهر رمضان المبارك من خلال العمل التطوعي لخدمة المجتمع ودعم المبادرات الشبابية على مدار شهر الخير والبركة. ومن هذا المنطلق ينشط العمل الميداني للمراكز الشبابية في صورة تعكس الدور المجتمعي الذي يغرس لدى الشباب قيمة العمل التطوعي في هذا الشهر الفضيل. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مركز شباب الشامية زميل رائد الشمري، حيث يطلعنا على دور وفعاليات مراكز الشباب في شهر رمضان المبارك. مرحبا رائد. شكرا لي زميل فايز الحسيني، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين. بالفعل دور كبير اليوم لمراكز الشباب في البلاد، وأيضا الجميل اليوم الهيئة العامة للشباب تقدم الكثير والكثير لهذه المجاميع الشبابية، ومن خلال شهر رمضان المبارك نشاهد نتابع صور يعني تثلج الصدر بشبابنا وشاباتنا يقدمون العمل التطوعي في مختلف الجهات وفي مختلف نقول المحطات، سواء قبل الإفطار أو أيضا بعد الإفطار، من خلال هناك برنامج، هناك اجتماعات، هناك أيضا تنسيق متواصل لإدارة العمل التطوعي اللي راح نتعرف من خلالها من خلال تواجد ضيفي وضيفكم في الجانب الآخر الأستاذ وليد الأنصاري مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب. قبل طاعتك أستاذ وليد ونقول الله يعطيكم العافية وبيزان حسناتكم دائما هذا العمل الشبابي للأمانة. يمكن المشاهد والمتابع يريد أن يتعرف اليوم عن دور العمل التطوعي من خلال الهيئة العامة للشباب في فترة رمضان، وأيضا يمكن دائما يتصدر المشهد في إفطار صائم. قبل الإفطار شاهدنا صور مميزة صراحة بشبابنا منهم يمكن يتأخر على البيت فنجد تقديم هذه الوجبات. وضح للمشاهدين هذا الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نفخر في إدارة العمل التطوعي بالهيئة العامة للشباب عن طريق أبطالنا من مجاميعنا التطوعية المنتسبين للهيئة العامة للشباب بالعديد الحقيقة من حملات إفطار الصائم في شتى أنحاء البلاد يقومون فيها شباب وشابات كويتيين وأيضا من أخواننا المقيمين. الهدف منها إسعاد وأطعام يعني من يستصعب عليه التحصيل قوت يومه. أيضا هذه يمكن الوجبات يمكن يكون لها هدف آخر، أن شغل وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع. أنت تدري فترة شهر رمضان ما شاء الله أوقات طويلة فترة الصيام، فالشباب يستثمرون وقتهم. إحنا في الهيئة العامة للشباب نفخر الحقيقة في وجود مجاميع تطوعية مميزة تقوم في أعمال توزيع الوجبات في كل المناطق. يمكن تكون المرئية منها إن نقدر نقول مثلا في سوق المباركية، في المهبولة، في الجليب الشيوخ، هذه يمكن المعروفة، لكن في أماكن كثيرة ما شاء الله الشباب قادرين يوصلون لها. وأنا الحقيقة عبر تلفزيون الكويت أقدم لهم كل الشكر والتقدير، وأشكر أيضا الشركات والمطاعم اللي تساهم مع شبابنا عن طريق دور المسؤولية المجتمعية في المساهمة في الوجبات. وأيضا لا أنسى أني أشكر الأهالي وأولياء الأمور اللي يسمحون لأبنائهم وبناتهم الحقيقة في هذه المشاركة، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أنها تصب في ميزان حسناتهم، الشيء الثاني أنها تعزز قيمة العمل التطوعي في شخصيتهم خصوصا خلال الشهر الفضيل. جميل. أستاذ وليد الأنصاري، كونك مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب، ولله الحمد نشاهد يمكن الشباب الكويتي حاضر قبل الإفطار وبعد الإفطار في اجتماعات، في تنسيق، في ترتيبات، ايضا ان شاء الله يمكن مقبلين هناك استعدادات ايضا من اداره العمل التطوعي واكيد للمراكز الرمضانيه، الحديث ايضا مع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. يمكن حقيقه وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه يعني خلال شهر رمضان تقوم بجهد جبار، والحقيقة أقدم لكافة العاملين في المراكز الرمضانية وفي كل قطاعات وزارة الأوقاف بالشكر والتقدير. إحنا في دورنا في الهيئة العامة للشباب هذه السنة الثانية على التوالي يكون تعاون مستمر معهم في المراكز الرمضانية اللي في مختلف محافظات دولة الكويت عن طريق توفير متطوعين، ومثل ما أنت شايف
قاعد نشهد اجتماعات تحضيريه لهم لارشادهم وتوجيههم في استخدام المصلين اللي مو بس داخل المسجد، ايضا في المواقف السيارات، في الخدمات الموجوده. الشباب الحقيقه في المتطوعين في حلقه وصل مستمره بيننا وبين وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، اللي الحقيقه يمكن هذه احد مضامين الاستراتيجيه الوطنيه للعمل التطوعي اللي اطلقتها الهيئه العامه للشباب، انه يكون في تشاركيه بين جهات الدوله في مجال العمل التطوعي. اليوم احنا نترجمها على ارض الواقع بين الهيئه العامه للشباب وبين وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه خلال الشهر الكريم. قبل ما يدخلون الشباب في التطوع في يعني في المراكز الرمضانيه، استغلينا وجود اكاديميه العمل التطوعي في الهيئه العامه للشباب لتدريب وتاهيل الشباب، تدريب في التعامل مع الجمهور، التعامل مع المصلين، التعامل مع ممكن لا سمح الله اذا حدثت اي ازمات هناك، عشان يجي الشاب وهو متدرب وعارف شنو يقدم وعارف شلون يتعامل مع الجمهور. وهذه واحده من الورش اللي نقدمها، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللإخوان في وزارة الأوقاف التوفيق والسداد في هذا العمل. دور كبير للأمانة، وصراحة يرفعون الرأس اليوم دائما شبابنا وشاباتنا. رسالة أخيرة توجهها من خلال تواجدنا في مركز الشامية، وأيضا العمل إن شاء الله مستمر بالنسبة طوال فترة شهر رمضان المبارك للعمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب. الرسالة الحقيقة دائما احنا نقول دولة الكويت ولله الحمد منارة للعمل التطوعي، ليست فقط على مستوى المحلي، حتى على المستوى الإقليمي والدولي. اليوم واحنا في هذا الوقت في مجاميع شبابيه كويتيه عن طريق جمعيات النفع العام تقدم اعمال تطوعيه خارج دوله الكويت، فعبر تلفزيون الكويت اللي اكيد يوصل اصداءه لهم اقدم لهم كل الشكر، اقول لهم انتم سفراء للعمل التطوعي في دوله الكويت، احنا شاكرين لكم ونقول لكم احنا سندكم وداعمين لكم. واما شبابنا اللي داخل الكويت الحقيقه يعني الواحد يخجل من عطائهم ومثابرتهم وجهدهم، فنقدم لهم كل الشكر والتقدير، واكيد ما ننسى دور وزاره الاعلام على تغطيتها الرائع على مثل هذه الأعمال التطوعية. كل شكر لك الأستاذ وليد الأنصاري مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب، وإن شاء الله في ميزان حسنات هؤلاء الشباب الكويتي القادر اليوم بتقديم هذه الصورة الحضارية المميزة بالعمل التطوعي في مختلف محافظات البلاد ومن خلال مراكز الشباب. أيضا يمكن نشاهد الهيئة العامة للشباب تواصل العمل طوال هذه الفترة بتقديم هذه المجاميع الشبابية العديد من الأعمال التطوعية التي تصب في خدمة المجتمع. نعم زميلي فايز في الاستديو من مركز شباب الشامية، زميل رائد الشمري، شكرا لك.